مساءكم بخير. لما بنتكلم عن توسيع قاعدة ريادة الأعمال في مصر وفايدتها الاقتصادية العظيمة، بنبقى بنتكلم كلام يخص سوق العمل. ولما نجيب سيرة سوق العمل، بعض الناس بتفتكر أن سوق العمل يخص الخريجين والناس اللي بتشتغل بقالها سنين، وأنه حان الوقت أن احنا نشجع ريادة الأعمال في مجالات كتير. الكلام ده ياما قلناه، لكن لما ترجع كده عند سن أصغر وتتكلم عن ريادة الأعمال وتشوف ناس بتقدم أفكار في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المجتمعية، هتقول هيبقى عندهم أفكار حلوة، معلومات لطيفة. لكن أنك تشوف أفكار ناضجة ومشروعات مكتملة ودراسات جدوى عظيمة، ما نقدرش يبقى عندنا أي مشاعر فوق إحساسنا بالفخر بأنه دول شبابنا ودول الناس اللي هيتولوا القيادة في مصر بعد سنوات قليلة، وأعتقد أنه هيكونوا خير ممثلين لجيل كامل. طول الوقت أنا شخصيا منحازة لمن هم أصغر سنا، وأنا ضد نظرية أن الصغيرين دول يعني مش شاطرين ولا حاجة. فعشان كده النهاردة احنا نجومنا هم نجوم جامعة عين شمس الفائزين بإناكتس 2022، لكن عندنا كمان أسئلة كتير عن هذه المسابقة أصلا ومن تأثير ريادة الأعمال وهذا المجال بكل تفاصيله. عشان كده بقى معنا أساتذة كبار يشرحوا لنا إيه اللي بيحصل. برحب ومتشرفة أنه معنا دكتور فاطمة سري، رئيس منظمة أو رئيس تنفيذي لمنظمة إناكتس مصر. منورانا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. وأستاذة لميس نجم الجميلة صديقتي العزيزة ومستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر. منورانا يا استاذ. ميرسي جدا ميرسي جدا لكل اللي بتعمليه، ومساعدتك لينا دايما في كل حاجه احنا بنطلبها منك. العفو، ده شرف، ده انا بحس انه ده شرف عظيم. محمد سعد. حضرتك باشمهندس محمد سعد مش كده، وحبيبه احمد ممثلين جامعه عين شمس او فريق إناكتس جامعه عين شمس مش كده. صح. ومعانا كمان شباب تانيين لسه هيبدا. اهلا بيكم، منورانا. حضرتك. انا هبتدي بسرعه على طول مع دكتور فاطمه. احنا مش كلنا نعرف ايه إناكتس، او لو نعرف نعرف دي منظمة دولية، دول بره بيعملوا او ما بيعملوش. الكلام اللي بيوصلنا من القشور كده، ايه هي الحركة الدولية ومتى بدأت إناكتس في مصر؟ هي إناكتس هي عبارة عن منظمة دولية موجودة في 36 دولة، وهي بتمثل شراكة بين طلبة الجامعة وقادة الجامعة ورجال الأعمال. الطلبة داخل الحرم الجامعي بيكونوا فريق بيستفيدوا بكل اللي درسوه في الفصول الدراسية من أجل تنفيذ مشاريع بتكون بتدور حوالين ثلاث حاجات محددة: ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة. طبعا كل جامعة بيكون لها استشاري أكاديمي هو المسؤول عن الفريق، علشان بيكون هو حلقة الوصل بين الجامعة وبين الإناكتس. كل دولة من 36 دولة بتنظم مسابقة وبتدعو رجال الأعمال علشان يحكموا نتائج مشاريع الطلبة اللي بينفذوها خلال العام الأكاديمي، وبيختاروا مين أحسن جامعة كانت أكثر تأثيرا في إن هي تتوافق المعايير التحكيمية اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والابتكار. بالظبط كده. فالجامعة دي بتتأهل إنها تنافس في كأس العالم. كل دولة من 36 دولة بيكون لها بطل بيمثل بلده في المسابقة العالمية. بالنسبة للإناكتس إيجيبت، احنا ابتدينا سنة 2004، كان معنا أربع جامعات وكان معنا 120 طالب. حاليا احنا موجودين في 52 جامعة ومعنا أكتر من 9700 طالب في إناكتس. يعني تقريبا انا بقول بالظبط الارقام اللي معايا. 9700 طالب معانا في إناكتس. وكل سنه احنا بندرب الطلبه على التسويق، بندربهم على ديزاين ثينكينج، بندربهم على كيفيه اداره المشروع، بندربهم على مهارات العمليه، المهارات كل حاجه في المشروعات اللي انا شفته يعني والحقيقه يعني هو كل ده طبعا بفضل رجال الاعمال وتدعيمهم للبرنامج، لان احنا كل الدعم من لإناكتس كله من شركات مصريه مهتميه بالتعليم وبرياده الاعمال. وطبعا لان الشباب هم طبعا هم مستقبل مصر، فهم كلهم بيهتموا بنشر فكر العمل الحر. والطلبه لما بيبتدوا يفكروا في المشاريع، هو اولا طبعا هم هيحكوا اكتر هم ازاي بيكونوا الفريق، بس هم بيبقى عندهم عباره عن زي شركه بتبقى فيه رئيس ونائب رئيس، وبيبقى فيه لجان اهو سي او اهو قاعد معايا. بالظبط. بيبقى فيه لجنه للبحث والتطوير بتشوف ايه المشاكل المجتمع، ولما بيلاقوا اي مشكله مش بينظروا انها مشكله، لا بالعكس ده بينظروا انها تحدي، ما عندهمش حاجه اسمها مشكله. ومن التحدي ده بيخلقوا فرصه وبيفيدوا المجتمع
وبيقدروا ان هم فعلا يعني يوجدوا حلول بطريقه فيري انوفيتيف او مبتكره جدا. وزي ما حضرتك شفتي اكيد حضرتك كنت موجوده في المسابقه وشفتي نوعيه المشاريع اللي الطلبه بيقدموها بطريقه مبتكره. يعني مش بس النوعيه يا دكتور، لكن اللي اقدر اثمنه واشهد انه مختلف تماما النضج في القصه وطريقه التعامل. عشان كده هروح بسرعه لمحمد، عايز اسالك اولا المجموعه بتتجمع ازاي يا محمد؟ هو احنا بنبدا السنه تقريبا من شهر 7 أو 8، في اخر 8 بعد الكومبيتيشن على طول. بيبقى في هاي بورد او تيم مكون من 4 أو 5، بنبدا نعمل انترفيو للبورد اللي معانا اللي هي الفرق الموجوده، سواء كانت ار ان دي، ميديا، برزنتيشن. يعني انت كرئيس إناكتس جامعه عين شمس مثلا، انت بتستقبل كانك بتستقبل سي فيز، بتستقبل ناس عايزين ينضموا للمجموعه، ناس من الكليه، من الجامعات عندنا، كليه تجاره، هندسه، كل الجامعات. بيبداوا يقدموا سي فيز او ابلكيشنز وكده، بنعمل لهم انترفيو، وبيبقى معانا البورد بيبقى تقريبا من 20 او 25 شخص. بعد كده بيبدا انترفيوز الممبرز معاكم. البورد اللي هو البورد بتاع الاكتس، بورد بتاع الستودنتس برضه، لسه في الكليه عندنا. بنبدا نعمل انترفيوز للممبرز، بيجي لنا برضه سي فيز ليهم، وبيبقى تقريبا عددهم من 350 ل 400 شخص. ايه ده عدد بالظبط. بنعمل لهم انترفيو، بنبدا السنه وكل واحد بيخش التيم اللي هو فيه، سواء ار ان دي، ميديا، برزنتيشن، فند ريزنج، ونبدا نشتغل على مدار السنه يعني. ومن اول السنه واحنا عارفين ان احنا هنشتغل على المشروع ده، بنختار المشروع ونشتغل عليه ونبدا نشتغل عليه طول السنه. عشان كده الاعداد اللي كانت في حفل الفاينل كانت رهيبه يعني. كل تيم ده رقم مش كده؟ بيبقى عدد كبير. استاذه لميس، يعني حضرتك طبعا بخلاف الحماس الرهيب اللي انت بتتكلمي بيه عن إناكتس، وطبعا لازم احكي للناس، ممكن احكي يا جماعه استاذه لميس بتجيب او كل الجادجنج تشرف على فكره ان الجادجنج بانل، احنا تيجي تشوف الطلبه الحلوين دول عشان تقول رايك فيهم، ده امر احنا ما بنقدرش نقول لا. وده باشن، عندها شغف رهيب. هي عندها باشن. فانا عايزه اسالك يا استاذه لميس، دور الشركات الكتيره والشركاء اللي احنا شفناهم منهم داعمين لإناكتس على مدار رحله الطلبه من اول ما بيبداوا السنه لحد اخرها، موجود ولا هو دور موجود بس في الحفل الختام وفي التحكيم النهائي؟ لا، هو عدد كبير جدا للاسف ما كانش موجود معانا المره دي لتواجدهم في الخارج في اجتماعات، بس لكن هم متواجدين خلال العام كله، لان هم بيمدوا الدعم، ليس الدعم المادي فقط لكن الدعم نفسه المعنوي التكنيكال. ما نتكلمش كده، طب نتكلم بالطريقه دي، لما بنيجي نشوف البرزنتيشنز بالذات بقى في الفاينلز بقى واحنا طالعين بره، دول هيمثلوا مصر. لا يعني يعني اللي هو لا العين تتعمل ازاي، طب نتكلم، مش عايزين سمبثي، عايزين امباثي. فبنمسكهم بقى بنعمل، فالدور شغالين احنا معاهم خلال السنه. طبعا مدام فاطمه شغاله اكتر، لان هي اللي بتجهز البرامج التدريبات، وهم محتاجين ايه، سكيلز ديفلوبمنت، حد يجي يعمل لهم تدريب على ازاي يتكلموا، على ازاي برزنتيشن، الكلام ده كله. احنا دور البنوك والشركات اللي هي على البورد الداعمه، اللي هي بتدي فاندز، وكل في حد ممكن بيبقى حاطط فلوس بس ما فيش حد موجود لهم، وحد موجود بس ملوش دور فاعل، بس ملوش فلوس بس ليه دور تاني فعال. فاللي هو بقى كل حد بيعمل حاجه. يعني كاننا بنقول ان الشركات او رجال الاعمال اللي بيساهموا، هم بيساهموا سواء بالخبره او بالماده. لا، وهي الخبره كمان مهمه جدا، لان انا عايزه اقول لك ان هم بيحطوا الاستراتيجيات لإناكتس. يعني انا لما حتى بدخل جامعات جديده بيكون كل حاجه من خلال المجلس، على اساس ان انا مش لازم ان انا في، لو جامعات مش اكتف قوي ومش شغالين ممكن ما اهتمش بيهم لغايه ما يرجعوا تاني اون ذا تراك ويبتدوا يبقوا اكتف، علشان احنا الكلام ده كله بيكون احنا بنشتغل مع الطلبه بدون مقابل، بكل ده دعم. فاحنا مش عايزين طبعا الجامعات تضيع وقتنا، تضيع وقت والفلوس يعني. بالظبط. حبيبه، عايزه اسالك على تجربه إناكتس. انت باشمهندسه مش كده؟ بداتي من امتى في إناكتس عين شمس؟ انا اول ما دخلت الكليه يعني في اعدادي هندسه، كان الريكروتمنت اللي هم بيدخلوا ممبرز جداد كانوا موجودين في الكليه، اللي هم بيعرفونا ايه هي إناكتس، ويعني ان انا اشتغل في مشاريع، وان انا اصلا اطلع بفكره مشروع جديد واعمله من A to Z، وافكر في الماركتنج بتاعه، وافكر في البلاننج وكل الكلام ده. فساعتها من اول سنه ليا في الكليه قدمت فيها، وقعدت اول سنه كانت الرول بتاعي يعني ان احنا في المشاريع بنبقى محتاجين ماتيريالز وحاجات، فانا كنت في اللوجيستكس اللي هو مسؤوله عن الماتيريالز بتاعه المشروع بتاعي وكده.
بعدين حبيت المكان وحبيت ان كلنا يعني ورا هدف واحد واللي هو كلنا في الناشونال كومبيتيشن في الاخر. مين بيدربكم؟ مين مسؤول عن التدريب؟ بيبقى الناس قبلينا اللي هو البورد اللي هم بقى لهم سنه قبلينا فهو أوكي. اكن هي الاكسبيرينس بتتنزل من حد اللي تحتيه والهاي بورد اصلا بيبقى فيه بقى زي تي او تي من الاوفيس نفسه من اوفيس انكتس اول السنه اللي هو أوكي. بيعرفنا ازاي نطلع بايدياز للمشاريع ازاي نعمل برزنتيشن حلوه ازاي ناخد سكيلز في الميديا والحاجات دي يعني ده عمل تنظيمي كامل بالظبط اللي مش بيطلع في النهايه اللي مش بيتقبل في فريق انكتس عين شمس بيبقى بيزعل منكم قوي يعني الصراحه في ناس يعني بس بنحاول دايما ان احنا نساعدهم نديهم فيدباك مثلا على الانترفيو اللي دخلوه كده وحاولوا السنه الجايه مثلا يقدموا بطريقه احسن من كده او ده بروفيشنال اشتغلوا على نفسهم بروفيشنال يعني يدي فيدباك يطوروا من نفسهم ليه ما قدرتش اتعامل معاك احنا نروح لفاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا لانه احنا فعلا النهارده علشان نخلي كل الناس تشوف مصر السنه دي ممثله ازاي في انكتس العالميه مفترض ان الفريق اللي فاز الشباب العظيم دول وكمان في زمايلهم هينضموا لينا بعد الفاصل فازوا هيمثلوا مصر المرحله دي او الرحله دي شكلها عامل ازاي وايه المشروع اللي مصر مقدماه السنه دي في انكتس 2022 بعد الفصل. لسه معنا الشباب المصري اللي بيمثل مصر في انكتس الدولية شباب جامعة عين شمس الفائزين في مسابقة انكتس ايجيبت السنة دي ودكتور فاطمة سري رئيس التنفيذي لمنظمة انكتس ومعنا الأستاذة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر احنا معانا الأذرع المشاركة في انه يخرج لنا المنتج النهائي العظيم اللطيف ده اللي هيمثل مصر في مسابقة ريادة الأعمال الدولية. زياد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا. زياد وجي. تمام. ومريم احمد انضموا الينا في الفاصل الاخير. زياد مشروعكم هو المشروع الفايز واحنا في الفاينل كان في كام مشروع؟ خمسة مش كده؟ احكي لنا بقى عن كريفيتا. مظبوط. بصوا يا جماعة الشياكة. بروشور اشيك من البروشورز بتاعت الشركات اللي احنا بنشوفها بجد يعني فده البروشور بتاع البروجكت بتاعك تقدر تلخص لنا المشروع كده في دقيقه تمام هو المشروع بيتكلم عن حاجه اساسيه في مصر في الثروه السمكيه وهي حاجه اسمها جراد النيل ده نبات او هو حيوان عباره عن شبه الاستاكوزا شويه بس هو مش استاكوزا هو حاجه كانت مش موجوده في مصر بس هي دخلت مصر في الثمانينات عن طريق يعني كان في زي عمليه زراعه للاستاكوزا المفروض في مصر بس جت بصوره غلط نتج عنها ان هي تتكاثر في النيل بصوره كبيره جدا هي حاجه مؤذيه جدا للنيل بتتغذى على الثروه السمكيه بصوره كبيره وده ادى انخفاض كبير قوي في الثروه السمكيه في مصر وده كان بيضر الصيادين بصوره كبيره زاد ان هي يعني الاختراع ده اللي انتم مسمينه جراد النيل او وات ايفر بيقضي هو بياكل السمك بالظبط هو بيتغذى على الثروه السمكيه انا شفت اللقاءات اللي عملتوها مع الصيادين كانوا بيشتكوا جدا منه مظبوط يعني دي المشكله مظبوط زاد ان هو بيعاقهم جدا في عمليه الصيد عشان هو بيقطع لهم الشبك ده بتاع الصيد بتاعهم عشان خلبه حاميه جدا زاد ان هو برده بيضر الفلاحين مش الصيادين بس عشان هو بيقدر ان هو يحفر في الارضيه بتاعه المزارعين فبالتالي بيعمل زي هشاشه في الارض بتاعه المزارعين فبالتالي بيضر المحاصيل بتاعتهم جدا فلان هو بيأثر على سيجمنتس كتير جدا في الصناعات بتاعتنا اوكي يعني دي مشكله اي حد بعقليه بتفكر في اتجاه واحد هيقول دي مشكله تهدد الثروه السمكيه في مصر وهي فعلا مشكله عملتوا ايه بقى عشان تبقى المشكله دي حاجه عظيمه جدا وفرصه هو احنا اصطدنا اللي هو الكريفيش او اللي هو سرطان النيل وبعدين علمنا البنفيشري بتاعنا اللي هو الشخص اللي احنا بنساعده ان هو يعني يعمل المشروع ده ويكمله بعدينا علمناه ازاي يقشر الكريفيش ده وبناخد القشر بتاعه بنستخرج منه حاجه اسمها الكايتوزان الكايتوزان ده بيدخل في صناعات متعدده منها المواد الحافظه للاكل يعني والحاجات الفارماسيوتيكال اللي هو مثلا حاجات البشره وكده والادويه وكده وبالنسبه بقى يعني خدنا الكايتوزان برضو واستعملناه عملنا منه باستيسايد او يعني
مبيدات حشريه. بالظبط. يعني ببساطه عشان طبعا انتوا عملتوا حاجه كبيره جدا مش هنعرف نشرحها في دقايق، لكن الكايتوزان اي حد في الميديكال او في المجال الطبي يعرف انه دي حاجه قيمه جدا. بالظبط. دي قيمه وممكن تدخل في صناعات كتير جدا. قدرتوا تنجحوا في استخراجها؟ مظبوط. ما كانش فيه مشاكل، ما طلعتش النتائج ضعيفه، وعلمنا الصيادين ازاي فعلا يعملوا كده ونتائج كانت فعلا. هرجع لكم تاني ازاي كسبتوا بقى، لان انا عارفه ان في ارقام وفلوس وحاجات كده. دكتور فاطمه، مسابقه إناكتس او الشباب العظيم ده اللي تم اختياره من جهات كتيره جدا، المفروض انه هيمثل مصر ان شاء الله. تاريخ تمثيل مصر في إناكتس الدوليه عامل ازاي؟ انا عارفه ان عندكم قصص عظيمه. الحقيقه يعني احنا في إناكتس احنا حققنا اكتر دوله من ال 36 دوله، مصر هي اكتر دوله كسبت الكاس العالم. فعلا؟ فعلا. ايه ده احنا جامدين جدا. جدا. انا ما اعرفش كده. الشباب المصري ذكي جدا جدا. وفعلا لما يعني بيتوجد في بيئه يعني بتساعده ان هو يبتكر ويعني يقدر ان هو يقدم نفسه بطريقه مظبوطه، لا الشباب عندنا فعلا مبدع. يعني احنا طلعنا خمس مرات اول ومرتين تاني على العالم. يعني بصراحه احنا يعني الشباب عاملين مشاريع كويسه جدا ودايما بننافس، وهم عارفين ان مصر قويه جدا. عشان كده هم بينافسوا بجد. السنه دي يا رب نرجع. احنا اخر ثلاث سنين احنا ابطال كاس العالم على فكره. وفي 2019 سياده الرئيس احنا ابطال كاس العالم. مش لازم في الكوره. الكوره مش لازم في الكوره. استاذه لميس، ايه اللي بيشجعكم تستثمروا في الشباب دول؟ انا عارفه ان في استثمارات حقيقيه، يعني اقصد لما هم كانوا بيعملوا برزنتيشن في فلوس اتصرفت على بحث واتصرفت على تنفيذ وعلى تجربه وعلى تدريب. وعلى تدريب. تدريب يعني الطالب فيهم خلال السنة كلها بيتصرف مبالغ كبيرة جدا لتدريبهم علشان يوصل في الصورة اللي هو فيها، ازاي يقدر يقف يتكلم، ازاي يبقى واثق من نفسه بيتكلم في مشروعه. بيمروا بمراحل تدريب كبيرة جدا ومراحل اختبارات جامدة جدا لغاية ما بيوصلوا ليوم المسابقة. فبيكون اتعمل معاهم مجهود كبير جدا، والفريق اللي بيفوز بعد كده احنا بناخده بقى كله. بنفضل بقى معاه مجلس الاداره كلنا. أيوة. مع الاستاذه فاطمه خلاص مفيش تدريبات تانية. أوكي. احنا بقى حته بحته هنتكلم ازاي، هنلبس ايه، هنعمل ايه، هناخد ايه يعني معانا. يعني هم كمان دلوقتي لسه في شغل لسه طبعاً. لا ده طبعاً. ممكن يعيدوا كل ده من جديد عشان التمثيل الدولي. التمثيل الدولي يعني احنا عندنا الخبره كم. عندنا الاكسبيرينس، بنعرف الاسئله بتتسائل ازاي. بنعرف شايفين الدنيا بتمشي ازاي، الدخول لبدايه الاحتفال، فعندنا الخبره بما فيه الكفايه. فبنحاول نديهم بقى العصاره في الفتره دي، يعني هم هينسوا الصيف وهينسوا كل حاجه. لا ده كاس عالم بجد. كاس عالم. لا دي حقيقه. تدريبات معسكر وتدريب وكل حاجه. بالظبط. احنا بعد الفاصل بقى يعني عند فاضل لنا الفاصل الاخير لازم نسالكم بقى، طب وماذا بعد المشروعات الحلوه دي؟ بالمناسبه كل المشروعات حلوه، كل فعلا يعني في حاجه نقدر نقول انها جميله قوي، وفي حاجه اسمها جميله ومفيده بس كلها حلوه يعني يا دكتور. فبتروح فين او مصيرها ايه؟ او الطلبه اللي اتخرجوا من إناكتس على مدار السنوات اللي فاتوا علاقتهم برجال الاعمال ايه؟ بعد فاصل قصير نكمل كلام. لسه مكملين مع المبادرة اللي بتخلينا أبطال كاس العالم، وده الخبر اللي فرحني بقى في الفاصل اللي فات إننا أبطال كاس العالم لخمس مرات سابقة في إناكتس الدولية، وشباب جامعة عين شمس اللي فازوا السنة دي بتمثيل مصر في بورتوريكو، مش كده؟ هتمثلوا في بورتوريكو إن شاء الله. لسه كنتوا بتكلمنا يا زياد عن المشروع، ممكن حد يجي يقول لك هو بجد يعني الموضوع سهل كده؟ لو كان سهل طب ما المصانع الكبيره ما فكرتش فيه ليه؟ طب وزاره البيئه يعني ما كانتش تعرف تعمل كده؟ احكي لي او رد على حد ممكن يقول لك هو يعني ده حلو زياده، يعني انك تاخد مشكله وتعمل منها ماده خام وكمان تصنع منها منتجات. مظبوط. قفلتوا الدايره كده ازاي؟ هو اول حاجه الفكره بس في اللي بياخد الانيشيتيف في الاول، يعني انت بتشوف حاجه مثلا، يعني مثلا ممكن نظره الناس للكريفيش في الاول ان هي حاجه فعلا مضره وانا عايز ابعد عنها، والصيادين حاطين نظرتهم للموضوع في الاول، ودي كانت عقبه بالنسبه لنا معاهم في الاول، اللي هو ازاي نقنعهم اصلا ان هي حاجه هو شايفها ضرر ليه في الاول، ان لا انت دي حاجه فعلا مفيده ليك وانت ممكن تستفيد منها بصوره كبيره جدا. وده كان دورنا معاهم في الاول فعلا، ان احنا نوعيهم ازاي هم يقدروا يستفيدوا من الموضوع ده. طبعا ولو استادوه اكتر فده هيحسن الثروه السمكيه. بالظبط بالظبط. بالتالي قدرنا ان احنا بعد فتره معاهم ان احنا نعلمهم ازاي يعملوا كل الكلام ده،
ازاي البرودكتس يقدروا ان هم يطلعوها من الكريفيش نفسها. فبالتالي نظرتهم للموضوع بقت مختلفه. انا يعني ازاي حاجه شايفها في الاول كانت كده وفي الاخر بقت بتطلع لي عائد وحسنت في مستوى الدخل بتاعي ومستوى المعيشه بتاعي. كم واحد كان شركائكم في المشروع ده، يعني اللي اشتغلتوا معاهم على الارض من الصيادين كبنفيشريز للصيادين؟ المستفيدين احنا وصلنا لحد دلوقتي مثلا حوالي 300 صياد في المشروع معنا في محافظات مختلفه في مصر يعني. والمشروع بيكسباند كل فتره يعني مع البنفيشريز بتوعنا يعني. بالظبط. يعني طبعا اللي بيشتغل في البيزنس فاهم ان هو بيتكلموا لغه البيزنس، هم بيتكلم عن التوسع وعن التجارب وعن خطوه بخطوه. دكتور فاطمه، مستقبل المشروعات دي بالتعاون مع الشراكات ايه اللي بيحصل؟ يعني بعد ما يرجعوا باذن الله جايبين كاس العالم كمان مره، ايه اللي ممكن يكون فرص متاحه ليهم كشباب وللمشروعات دي انها تكمل؟ والله انا طبعا بدعي اي منظمات مجتمع مدني ممكن ان هم يتبنوا الافكار دي. احنا طبعا انا بيجي لي كل سنه من شباب إناكتوس اكتر من 180 مشروع كل سنه وكلها افكار مبتكره. طبعا فيهم يعني حاجات رائعه جدا. بنك افكار، احنا عندنا بنك افكار فعلا. ومشروعات ودراسات جدوى، ده حقيقي بالظبط. يعني احنا لما بنقول اعملوا مشروعات صغيره، طب ما يجوا لحضرتك يقول لك انا مستعده طبعا ان المشاريع دي طبعا، لان كلنا عايزين مصر تبقى احسن طبعا. فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا اي حد عنده الامكانيه ان هو ياخد الافكار دي طبعا يتبناها ويقدر ان هو يتوسع فيها وممكن يفتح شركات مثلا، ممكن يعمل شركات تعاونيه ويبقى فيه باسهم. طبعا احنا طبعا وي ار اوبن، يعني احنا يعني مساعدين أي فرصة يا جماعة. اللي عايز يعمل مشروع حلو في بنك أفكار هنا جاهز واشتغل ونفذ وخطط وكسب، مش كده؟ هو أوريدي كان معانا المرة دي الحمد لله من الحكام اللي أنا كنت اخترتهم وكانوا موجودين معانا حد عندهم شركات اللي هو يقدر ياخد المشروع. وهو طلب مني قال لي أنا عايز أخد المشاريع دي وإن أنا أعمل لهم بيز وإن هم نبتدي نكبرهم ونتاكد ان الاستدامه بتاعت المشروع بالزبط. نراعي المشروع ونعمل له الاستدامه بتاعته. وغير كلهم ده كلهم جالهم وظايف خلاص اوريدي المتخرجين يتخطفوا يعني. يعني حاجه تشرف جدا جدا. اكتر من شركه واكتر من حد قال لك مش هختار مش هعدي مش هيعدوا في انترفيو. كان في حاجه جميله انتوا عاملينها كمان في المسابقه، الورقه اللي بتقول انه الى اي مدى انت هتختار الطالب اللي خريج إناكتس. عجبتني دي لانه انا فضلت بقيت افكر اقول انا بعد كده واحنا بنختار ناس لازم ندور على الناس اللي شاركت في حاجات زي كده. هو طلبة إناكتس بيتخطفوا في سوق العمل لدرجه ان فعلا في الاتش ار يعني مجرد ما يبقى يلاقي شهاده إناكتس، لان احنا بنديهم شهاده ان هو شارك يعني قعد 100 ساعه بيشتغل في إناكتس بيتخطفوا في سوق العمل. وعلى فكره هو دلوقتي لما بيروح اي حد يعمل انترفيو بيكون ثلاثه، يا اما حد كان إناكتس قبل كده لاننا من 2004 فبيتكلموا على المشاريع والانترفيو بتتقلب، يا اما حد كان جادج في إناكتس حاجه حكم وطبعا بيبقى عارف هو بيتعامل مع مين، يا اما حد عمره ما سامع عن إناكتس وبينبهر ازاي ان الطلبه في الجامعه بيبقوا ايجابيين وبيعملوا الشغل ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش اي فايده، لا بالعكس في حاجه ايجابيه في المجتمع. فهم مختلفين جدا. انا مشغوله يا استاذه لميس اسال حضرتك عن حاجه مش ناس كتير تعرفها اصلا، فكره المسؤوليه المجتمعيه للشركات او الجزء ده اللي الشركات بتعمله غير بقى انه اعلانات ومشروعات والبنوك، يعني ده جزء الناس كمان ما عندهاش فكره عنه. نفسي حضرتك تشرحي لنا ليه المؤسسات والشركات او باي نسبه يعني المؤسسات والشركات بتشارك. لازم نفرق ما بين ان انا بعمل دعايه وان انا بعمل تنميه. بالظبط. الدعايه ده حد تاني ملياش دعوه بيه خالص، هيدفع فلوس عشان هيطلع اسمه يا في تلفزيون او على مجله او حاجه. لكن انا النهارده انا لما بدخل وبدفع فلوس علشان هنمي في شباب، هنمي في صحه، هنمي في حاجه، انا بدفع الفلوس لهدف محدد هيوصل للشعب. وده اللي بيميز فكره التنميه او المسؤوليه المجتمعيه. بالزبط. أنا عايزة أنمي، عايزة أطمن على الطالب، عايزة أشوف فكره، عايزة أتأكد إن اللي هو بيعمله صح، بدربه، بعلمه، هنتكلم، هنقعد، هنقف، يعني بنخش في كل حاجة. بتدريب، تأهيل، مشروع بيفكر في الفكرة، بنساعده في الفكرة، في حرف. في كم بنك وكم شركة السنة دي مثلاً كانوا موجودين كداعمين؟ كداعمين عندنا لمشروعات الشباب. عندنا حوالي أربع بنوك أو خمسة. خمس بنوك. أربع بنوك وتقريبا خمسة. شركتين أو ثلاثة. أورنج خمس لا شركات من غير ما نقول أسماء. عددهم كان 11 بس منهم البنوك كانوا خمسة.
حلو. يعني اقصد دي حاجه برضو تخلينا نفك الاشتباك ان احنا دايما نتخيل الشركات دي بتكسب وبس. الحقيقه لا لا لا، هي كويس انها بتكسب لانها تقدر تساعد المجتمع بشكل تاني. وبالضغط احنا بنضغط في اوقات بنضطر اضغط، لا هتدفعه هتجيبه كده يعني بتقوم بالواجب كده. استاذه لميس كلمني وتعايد انا محتاجه حالا سيبيني بس. استاذه لميس ليها تاثير. لا طبعا علينا كلنا بصراحه. انا مستمتعه ومبسوطه، لكن قبل ما وقتنا يخلص عايزه منكم في 30 ثانيه انتوا نفسكم السنه دي تعملوا ايه. اكيد ذاكرتوا الفرق اللي سبقتكم، اكيد عارفين اللي سبقونا مثلوا مصر ازاي. نفسكم في ايه السنه دي وانتوا بتشاركوا في المسابقه الدوليه؟ اكيد ان احنا يعني نرجع بالكاس، عشان مصر بقى لها كذا سنه يعني معاها الكاس، فحابين ان احنا يعني نسيب امباكت زي اللي قبلنا سابوه. وطبعا احنا كنا يعني واحنا بنحضر للكومبيتيشن كنا بناخدهم كرفرنس، فحابين ان احنا نكون رفرنس لغيرنا بعد كده ان شاء الله. زياد اكيد زي ما مريم قالت يعني فعلا نرجع بالكاس تاني لمصر، وهو في مصر وان شاء الله يفضل في مصر السنه دي ان شاء الله. يعني دكتوره فاطمه، ايه اللي بتحلمي بيه لإناكتس مصر او لشباب مصر عموما انه الدور ده يتسع ويمتد؟ انا طبعا انا بتمنى ان الجامعات تتنبه ان إناكتس فعلا حاجه بتفيد الشباب، وان فعلا بتنمي مهاراتهم، مهارات التواصل والعمل في فريق، وبتاهلهم لسوق العمل بطريقه كويسه جدا. فاتمنى ان يعني رؤساء الجامعات يعني فعلا يشجعوا الطلبه ان هم فعلا يشاركوا في برنامج ايجابي زي إناكتس، يساندوهم ويدعموهم دايما ويشجعوهم. استاذه لميس، لانك طبعا صاحبه تاثير على ناس كتير، وهي بتضحك لان هي عارفه بتعمل تاثير، تدي اوردر بالتاثير. الشركات اللي لسه ما دخلتش في ملعب التنميه او المسؤوليه المجتمعيه، ايه اللي يحط علينا الواجب المفروض ده وتبتدي منين؟ لا مش هنقول ان في شركات ما دخلتش، هي كل الشركات وكل القطاعات اذا كله والبنوك كلهم بيخش في التنميه المجتمعيه. الشركات الكبيره بس كله؟ لا 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 كله، والاصغر كله في حاجات صغيره جدا، دي حاجه تطمن. لا لا يعني في حاجات صغيره جدا، في مبادرات بنعملها بلاقي شركات صغيره جدا اللي هي بتقفل، حتى الموظفين بيجمعوا احنا عايزين نخش نبقى جزء كده. فكل القطاعات الدولة بتساهم في كل انواع التنمية، بس كل في مجال. يعني هنقول في حد يقولك ايه، انا مهتم بالاطفال، هعمل عمليات اطفال، هغذي الاطفال، هعمل كذا. حد حرف يدوية، حد تاني يقولك انا مهتم بالحرف اليدوية، هعلم هاخد اللي عنده حرفة هخليه يبقى متميز. بالزبط. هعلمه الباكجينج، هطلع بيه لسوق بره. بالزبط. هوصله لبره. فكل واحد عنده التنمية بتاعته، وفي ناس مهتمه بالشباب وبتطلع لنا شباب زي الورد، وانتوا اصلا حلوين لوحدكم، بس احنا يعني شفنا حاجه حلوه ومتلمعه كده ومبسوطين بيها. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا. مبروك لفريق إناكتس عين شمس اللي هيمثلوا مصر السنه دي. بشكركم، بشكر زياد وجيه نورتنا، مريم احمد نورتينا، وبشكر كمان الزملاء اللي كانوا موجودين معانا، حبيبه احمد ومحمد سعد، باقي فريق بقى إناكتس جامعه عين شمس، دكتوره فاطمه سري رئيس منظمه او رئيسه التنفيذي لمنظمه إناكتس مصر، نورتينا. لازم نبعت لك بقى رجال الاعمال اللي عايزين يعملوا مشروعات. خلاص ده الديل اللي اتفقنا عليه النهارده. طبعا أستاذة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أكتر حد يعرف يجيب فند أو دعم لمشروعات للتنمية في أي حد. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.